بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب اختيار دراسة هذا المتن في بداية الطالب لسبب تغيصه اختياري وصوما المتن نو عند الوهي منشيون انتناء سلفنا الصالح هدو كان با مسلف ياتوي كوبيرا ويما نما علماء واتوي وآل سنة والجماعة حبي متني نو نجمعينو نتكفو هاي كاومبا لما فيه من النفع يكاو بحنا فايدة نينجي نزفايدة نينجي كاو نتكفو يكاو التي جعلته قاعدة ينطلق منها طالب العلم يجعليه كاو ما يليو ديفينيسيون إلا هو يتغيساو مواناشيوني ألا هو هاوتا هاوجوا وبيني عليها يعني وديها ويبان بابو نوبرن علمو يا شريعة فنانو نتأسى بهم واسنجر دونغاو زكا وكان زوي مسالفو ياتو نو دونغا زي خطوة زاو عباي منهجينو ما جمنا يكاي وان روينجي عباي وندامو سنة لا غنى له عن دراسة هذا الماتين كما وكاسي تراجي كاسو تجيا ماتينينو نجو كاس بارنو بابا باز أسوسو يكون ريني يكالا بودا يكون ريني رزي أميني لكن إيمان يزو يكويل يتميا نردونغا إزنو مدزو ريتو شاكا يعني سيكينا شاكا يجوكا يونسي إذن أجاونا ساهونو يتم بهذا المتن وكتب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعني يتميز يتميزشيا يميزشيا يمتني نو يعني عندي شو أنا شيخ أبو محمد بن عبد الوهاب مزنا رحمه هو فنيا وانغرو يعني هذا سهولة الوضوح دو فنيا وانغو ووبينوا يزنونغو دو جابيل ذكر المسائل مقرونة بالدليل دو فنبوي مسألة يكوي دو غنانا ودليل دو غرارو يجمع المسائل يسأل سي مسألة ويرتبها نو يرتبيشا ويذكر لها عددا نو فنبو عدد ومن ثم هزكية يبدأ بالشرح بعد وجان سي شرح الإكثار من الدعاء للقارئ نو يونسا نو بلي الدعاء هو يجي امريكا وصمه والمستمع نكيو لمؤلفاته امريكا وصمه زيزاي التعريف بالأصول الثلاثة وصول تعريجوة أصول الثلاثة الأصول الثلاثة إذا أصولين داروزينو باختصار هوفايا رزومين هي أسئلة القبر الثلاثة لمسألة مرارو يا قبرين يعني ده من ربك ديننا هومبا ما دينك الدنيا هو ديبي من نبيك امتما هو ديبي ما هي الثمرة التي ديزي بيزي ثمرة يعني إما فونا يكون ريا براو ريجو كان ريا براو أبو سما أصول الثلاثين أنك إذا تعلمت الأصول الثلاثة وكان كاو سما أصول داروزينو ثم علمت عملت بها كيشا ويسوم رميا ثم دعوت إليها كيشا وجوي فنيا دعوة ثم صبرت على العلم والعمل والدعوة كشا وصبرية هربين علم نوفايا استندوا ندعوة أجبت أبو جيبو بإذن الله هاو بنزميزم عن أسئلة القبر هاو مسألة يا كبريني